بعد شوية شغليه، شغلي وقف يا نزلي اللي في الجناب دايما، او ترمي ولا الرزاية يا ولي على بلبك. قومي حضري العفريت، قومي قومي يا ولية من على الكنباية دي، سلقي لك معلقة رز مع معلقة لبن بودرة مع كوباية ونص مية، وتنسيهم لا ينحرقوا، خليهم طريين عند معجنين. صحابي في الشغل النهارده قالوا لي عايزين من اللي انت حطيتيه على شعرك ده، قلت لهم انا هعمل لكم ايه تاني، انا اديكم الفيديو وانتوا وقفوا الصوت خالص وشوفوا المكونات ونفذوا. انا ما بيفهموش ايه، بريحوا الله بريحوا، يريحوكي في نار جهنم، يخلوكي باربيكيو كوبا تشيلك. نحنيح نحنيح صحيح، عايز اشوف بس. نعم ايوه اه نعم نعم خلاص نعم، غسلنا فروة الارض، مش عايزين نبهدل الدنيا يا اختي يا راي. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجات حلوة مع بعضياتنا. ايوه اه، لو مش عاجبه يشد بحواجبينه، تمام. لو ما عندكيش وقت ليا دلوقتي تقدري تروحي اي حته واكون انا خلصت ترجعيني، تجري ايوه وخشي على المدفعيه لو ما عندكيش وقت. انا هنا مع اصحابي اللي عندهم وقت ليا، بحضر بس العده. وتجيبي معلقه وتشوفي التخينه اهي، زياده تاكيد، زياده تاكيد هنصفوه، مش احنا مش عايزين فيه حبوب يا مش عايزين فيه حبوب. وتجيبي طبق من البلاستيك اللي هو اصلا بتاع الحلمبوحه النحنوحه، وتنزلي بشوية من اللي انت ضربتيهم دول يا ضربة مبرحا مع بعضياتهم، تنزلي بيهم كده وتحاولي ان انت تصفيهم من اي حبوب، عشان انا عايزاه يكون ناعم جدا اوي خالص. علشان ايه؟ مش هقولك، هسيبك كده اندر، مش هقولك. ايوه انا عايزه انزلك كده 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 كده. حاولي ان انت بقى ايه تصفيه كده اهو، وتاخدي كل النشا اللي نازل من الرزايه بتاعتك. ليه؟ لحاجه مهمه جدا اوي خالص، انتوا عارفين ان انا نسيت اولع النور، حياه ربنا نسيت اولع النور، بس مش مهم، الاضاءة مش وحشة، انا عشان لسه جاية من الشغل، يا دوبك نطيت في الديش داش ده والباقي ده تاكليه. وده يكون شكله بلاش المعلقة اللي حطيناها بقنا، هو بقي ولا بقك، هو وشي ولا وشك، وشك 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 وشك. شايفين التخينه بتاعته اهو تاني كده يا هو ده اللي انا عايزاه، تمام تمام. هتجيبي في الخلطه دي فطري ايه، الله انا حر، بس ما تكونش محطوطه جوه التلاجة، خليها بايته بره، حطيها في الكومودينو تحت السرير عشان تكون بدرجه حراره الغرفه، عشان تبقى سهله عليكي. الجبنه المثلثات لافاش كري، او لو انت غنيه وعندك كيري نفسها الغاليه الازرق دي، اوكي عيشي انت حره، انا واحد فقير غلبان يا فطري
واحده جبنه كامله كامله، ويستحسن تكون كامله الدسم. ونزليها على الرز، ما تاكليش الواد بقى من دلوقتي في الخلطه دي. واحده كامله اهرسيها في الرز، ميه الرز يعني، اهرسيها كده، خليها تكون كريمه. Yeah, it's like a cream. Rice is anti wrinkles. Milk is for whitening. The cheese is for whitening. خلطة تبييض يعني. Yeah, اريحك شوية شوية. تمام. وحاولي ان انت بقى ايه تدمجي الجبنة مع الرز اللي مطبوخ في اللبن البودرة، مسلوق في اللبن البودرة. تمام؟ بالمعلقة، انا بعملها كده سهلة جدا يا لانها بايتة بر. الجبنة لما بتكون بدرجة حرارة الغرفة بتكون اسهل لك ان انت تدمجيها مع شوية الرز. الباقي تقدري تحطيه في برطمان في التلاجة وتسيبيه، مش بيجراله اي حاجة، اسبوع ما يعيش. تكرر لو حابة تطلعي وتعملي زي ما انا بعمل كده دلوقتي. انا عشان انا واحدة كنت برة فجهزته الصبح ونزلت، اما رجعت لقيت الرزاية شربت المية واللبن ومش عايزة مني غير غلوية واحدة بس، ما خدتش وقت. تمام، ادي الجبنة، احاول ان انا اتأكد ان هي مفرودة ما فيهاش كلاكيع، عايزاها تتفرد عند تندمج مع الرز. اوكي، خلطة مهمة جدا علشان تديكي نضارة لوشك. اهي تمام. يس تمام. وهتجيبي معجون اسنان ابيض، اوعك تسمعي كلام واحده نحنوحه تقول لك حطي اي معجون سنان، غلط. واوعي تصدقي اي واحده نحنوحه جهله تقول لك معجون السنان بيحرق الوجه، قولي لها حمر يا عشان بس اللي ممكن يكون في اطفال. هتحطي حته قد صباعك من كولجيت او سيجنال تو او اي حاجه، بس يكون ابيض. قولي للاجزاء، ابعتي الولا حماقه يشتري لك معجون اسنان ابيض وخلاص، اي ماركه. هتنزلي بحته قد الصباع عليها. حلو الكلام؟ يس حلو الكلام. خليكي اوعك تروحين الحمام، انا بقولك اهو. ادعكي بقى يا امي، ادعكي يا بنتي، ادعكي معجون الاسنان كده خلاص، ما نقدرش ناكل منها اي حاجه دلوقتي في بقنا. الخلطه دي كده من دلوقتي، من البدايه بتاعت معجون السنان، اوعك تبعثيها. يا ادمجي ادمجي كمان كمان، دوبي معجون السنان مع الجبنه. ده بيكون شكلها. اوعك تروحين حته، استني شويه معايا، خليكي قاعده هنا معايا. طلعي البيكنج باودر هاف سبون، نص ملعقه، نص معلقه اكل من اللي بنلهط بيها الفته عند الرز، هاف سبون. بصوا بعيد ازيد وتروح راح احطها تقول لك يلا عشان تبيض، لا تحرقك. نص معلقه من البيكنج باودر اهي عشان تشوفيها، ده الايوه الاسود والبيكنج باودر ابيض عشان تشوفيها. انزلي بامها هنا يا ايه ده، ايه اللي لسانها طويل، انتي ميك انتي ميك، روحي شوفي اي نحنوحه، امشي انصرفي، روحي فلي
على رأي الشوام فلي فلي ولا دمك عالي؟ فلي يا ولي خرجي من الحتة دي. اعملي ميكس ميكس اجين اجين. ايوه عشان الترهلات لازم تفضلي تضربي في امه كده بايدك. ايوه عشان ما تقعديش تقولي عند رقاتي مترقصه. اندمجت عليت البيكنج باودر بيعلي الجبنه. اه بيعليها هيعلي كل حاجه عندك. فول سبون اوف كورن فلاور. لارج وان وان لارج سبون اوف كورن فلاور. ميكس ميكس. نعمل مسائل. تصبح مول يعني اسمها ايه لما بعضياتها يعني كلهم مع بعضياتهم لمين بعضياتهم مش مبازقين يعني مندمجين بحبوا بعض. اوكي ناو عايزة بسم الله الرحمن الرحيم عايزة تقسمي الكمية دي نصين انت حر. عايزة تخليها عندك كلها تستعمليها كلها انت حر. تمام هقولك بعد التقليبة الكبيرة اللي انا عملتها دي اوريكي الملمس بتاعها والشكل بتاعها اهي. اه شفتوا بصوا لما بعمل كده فاضية شغال انت مال امك انت مال امك اسمك ايه اسمك ايه تعالي 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 عشان اشتغل عليك. يعني ليه جوزها بالدولاب هو محبوس؟ اه يا وائل انتي قاعدة انتي واد ولا بت يا وائل؟ انتي واد ولا بت يا وائل؟ ايوه احنا بنحبس جوزنا في الدولاب انتي مالك يا واد يا بت؟ هو جوزك ولا جوزي يا اختي يا وائل؟ ايه يا وائل ليه كده يا وائل؟ انت كده يا وائل خدت بلوك. شفت بقى مش هتقعد مع الحريم تاني. شفت بقى احنا بنخبي جوازنا في الدولاب ونحطه ياه ولما نقعد ام بنعوزه بنفتح له الدولاب ونطلعه من الدولاب. انا عندي جوزي في الدولاب النشا يرحمك. انت الزار عليك جديد عندنا في الشقه دي. اهلا بيك يا حلمبوحه اللي زقاه. ايوه يا بنت الورمه. يا بنت الورمه بريحه الماسك وهزق وائل اند ارجع اشتغل فيه تاني.
انا عندي جوزي بخبيه في الدولاب، اروح الشغل وارجع اطلعه من الدولاب. انت زلعان ليه؟ هو جوزك ولا جوزي؟ خرب بيتك. تمام. انا بقى عايزه اعمل ايه؟ عايزه اخد نص الكميه دي، هوريك ازاي تعمليها دلوقتي. اجيب صحن فاضي واخد نص الخلطه دي. اما احنا ناس اقتصاديين، امال يعني جوزي ده بيلعب كل شويه، هنطلعه من الدولاب خليه يرتاح شويه. هاخد هاف اوف ذا اماونت، هاف نص الكميه دي. بصوا بيعمل ازاي. رقاص يا ابن الرقاصه يا وائل، شايفه اهو خلطه حلوه قوي بصراحه. يس. تمام. انا هخلي الخلطه دي عشان النهارده بالليل، هعملها مرتين في اليوم، بس المره الاولانيه يس، في الخلطه الاولانيه هجيب معلقه نسكافيه. يا شيبوب تعالى يا شيبوب، نسكافيه وهنزل بيه. ايوه يس بيبي يس. امال امال، وهنزل بيه هنا على الخلطه دي كده والميكس توب، واحاول اتاكد ان النسكافيه اندمج تماما، عشان النسكافيه بيفتح ويبيض وبيشيل البقع السوداء من الوجه، بيخلي عندك النمش بيختفي بالتدريج. علاج النمش الخلطة دي. حلو الكلام؟ علاج النمش في الخلطة دي. اتباع الوائل الزوارع؟ لا، روح اقول للنحنوحة اللي زقتك هزقتني عشان انا سألتها على جوزها. ايوه. ده مش شوكولاتة، اوكي؟ This is not شوكولاتة. No, it's not. It's for whitening your face. Here we go. وادي خلطة لإزالة النمش. بالتدريج لو عاوزة تستعملي الرقاص ابن الرقاصة ده، وتسيبيه على وشك لحد ما ينشف تماما تماما لإزالة النمش، وبعدين تروحي عاملة الماسك ده بعد لما تغسلي وشك بساعة بساعة، مش ورا بعض ورا بعض وشك ينقطع، بساعة تروحي عاملة ماسك التبييض ده. اوكي، البني الأول عند بعدين الابيض، وعملنا ماسكين في يوم واحد. تكرر بكره بنفس الخامه الرز اللي عندك اللي انت سلقاه ونقعاه او مش نقعاه في كوبايه ونص ميه ومعلقه رز واحده على معلقه ونص او معلقتين لبن بودر. هي دي الطريقه الصح بتاعت الخلطة دي. بالنسبة للتفتيح للبشرة اللي مش حساسة، يا دوس يا موتور، دوس يا موتور، يوضع على هذه الخلطة نقطتين ليمون فقط لا غير.
اما انتي حساسه متحسسه استعملي الخلطه دي من غير اي ليمون. حلو الكلام. يلا بقى قومي لو عاوز تروحي الحمام. نعمل احنا بقى الاكل بتاعنا. ادي خلطه النمش، تكرر كل يوم، مفيش منها اي ضرر، بتضيع النمش، لكن بعد لما تنشف تفرك تفرك من على الوجه، تش طف من على الوجه، تكرر كل يوم، مفيش منها اي ضرر لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه بالتدريج من الخلطتين الاتنين دول، من معلقة رز واحدة وشوية مكونات بسيطة موجودة في البيت عندك. روحي بقى انت الحمام تمام، وانا بقى احضر العفريت بتاعي. اه انا عندي عفريت كبير النهاردة، لازم، امال يعني ما ناكلش جوزي؟ نو ايوه انا جوزي في الدولاب يا ابن الورمه. ايوه ما تنسيش معجون الاسنان، لكن لازم يكون ابيض، اي ماركه بس ابيض. اوه يس، بدون نعناع عشان وشك ما يحرقكيش. بدون نعناع. والجبنة المثلثات دي ما تنقطعش من كومودينو، بتعيش ما بتعفنش، خبيها العيال. باقي المكونات موجودة في مطبخك anyway، وعايزة اوريكم بعد لما ارتاح ماسك النسكافيه لإزالة النمش والبقع الداكنة والكلف والحاجات دي كلها. بصوا بقى عامل ازاي، هايل هايل هايل. عايزه تخنيه اكتر من كده، اديله نص معلقه نشا واللفي